عبر الأقمار الصناعية من أربيل الأستاذ غانم العابد الباحث والمتابع للشأن الموصلي. أستاذ غانم مساء الخير، أهلا بك معنا. التطورات على الأرض تتسارع، القوات العراقية باتت على مشارف الجامع النوري. طبعا نعلم مكانة وأهمية هذا الجامع، هذه المنطقة بالنسبة لداعش. يعني هناك كان البغدادي قد أعلن خلافته لدولته المزعومة، الآن وصول القوات العراقية إلى هناك واقتراب تحرير هذا الجامع النوري، ماذا يمثل ذلك بالنسبة لداعش وما أهمية وصول القوات العراقية إلى هناك؟ نعم، بداية مساء الخير أستاذة خديجة. حقيقة إذا ما استطاعت القوات العراقية تحرير جامع النوري الكبير، أعتقد أن من هنا بدأت داعش ومن هنا انتهت بالسيطرة على جامع النوري الكبير. هنا ينتهي الحلم المزعوم لتنظيم داعش. لن تبقى إلا بضعة أحياء قليلة، ما أن يتم تحريرها سينتهي هذا الحلم الذي كان ولمدة أكثر من 3 سنوات كابوسا على أهالي الموصل، حيث تم إبان حكمهم إعدام الآلاف من أهالي الموصل سواء من نساء أو أطفال أو كبار بالسن، بالإضافة إلى الرجال. طيب جغرافيا، يعني بحسب متابعتك للمنطقة وشؤون المنطقة، يعني أهمية هذه المنطقة حتى جغرافيا ربما، وكيف يمكن أن تستغل القوات العراقية أي ربما تطور جغرافي في عملياتها أو أي نقطة يعني فيما يخص أهمية المنطقة جغرافيا؟ نعم، حقيقة هذه المنطقة تسمى منطقة الموصل القديمة، ما جعل القوات العراقية تتأخر نوعا ما في تحرير هذه المناطق هي لطبيعة هذه المنطقة، حيث ليس بالإمكان استخدام العجلات أو المدرعات أو الدبابات، لا ليس بإمكانهم إلا الدخول راجلا. بنفس الوقت داعش تعمد إلى تكديس الأهالي في هذه المناطق ومنع خروجهم، وذلك لاستخدامهم كدروع بشرية، استخدم الأطفال واستخدم النساء، منع عنهم التنقل. الآن الأهالي الموجودين تحديدا في منطقة الموصل القديمة لا يوجد لديهم أي خزين غذائي، لا يوجد لديهم حتى المياه الشرب، يعتمدون على مياه الأمطار في سبيل استمرارية الحياة. كثير من الأطفال الموجودين في هذه المناطق توفوا نتيجة نقص الحليب أو نقص المواد الغذائية الأساسية. وبنفس الوقت مدينة الموصل القديمة هناك الكثير من الشواخص التاريخية المرتبطة بمدينة الموصل متواجدة في هذه المنطقة. كان هناك الكثير من المساجد التي أعمارها لا تقل عن 900 عام، للأسف داعش كلها قام بتدميرها. لكن الملاحظة الكبرى هو في مسجد النور الكبير، حيث تتواجد منارة الحدباء. أعتقد أن كل المشاهدين سمعوا كيف أن داعش قام بتدمير الكثير من المساجد بحجة أن كان هناك يوجد فيها مقابر أو أضرحة. لكن حتى الجامع النور الكبير، حيث أعلن البغدادي خلافته المزعومة من هذا الجامع، كان يتواجد فيها مقبرة، وهي لأشخاص ليس لأضرحة، لأشخاص عاديين أو قد يكون لأشخاص من عوائل حكموا الموصل في فترة معينة. لماذا بقية المساجد تم تفجيرها بحجة هذه الأضرحة وهذا المسجد بقي بدون أن يتم تفجير؟ في عقيدة داعش ألا تعتبر إعلان الخلافة من مسجد فيه مقبرة، تعتبر هذه البيعة هي بيعة باطلة؟ هو هذا السؤال الذي نطرحه من خلال قناة الآن. طيب انهيار داعش الآن في الموصل، وصول القوات العراقية إلى الجامع النوري، نهاية الحلم من حيث بدأ من الجامع النوري، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على نفوس مقاتلي داعش، حتى من دعم من داعميه أو من دعمه يوما ما؟ نعم، بالنسبة لداعش هم يعلمون حتى قبل أن تبدأ معركة الجانب الأيمن ومنذ أن تم تحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل أن وجودهم هو مسألة أيام لا أكثر ولا أقل. وبقاء داعش كل هذه الفترة هو لأنهم يجعلون من المدنيين هي كدروع بشرية. القوات العراقية حريصة على أرواح المدنيين. شكرا لك على هذه المداخلة السيد غانم العابد الباحث والمتابع في شؤون الموصل، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية.